بدايه اود ان اشكر فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والذي قدم لنا التهنئه الرقيقه بحضوره المبارك وتهنئه كل المصريين وجموع الاقباط من هذه الكاتدرائيه يهنئ الجميع بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد سواء في مصر او خارج مصر وهذا التقليد الذي اضافه السيد الرئيس هو احد ملامح الجمهوريه الجديده والتي نحيا بدايتها بكل الانجازات والمشروعات التي تتم وهي الجمهوريه التي تقوم على المواطنه والمساواه والعدل واحترام الاخر وكل المبادئ الانسانيه الرفيعه نقدم خالص شكرنا وخالص امتناننا لحضوره وتهنئتنا جميعا كما انه ارسل برقيه تهنئه رقيقه لنا ايضا وهذا يعبر عن مشاعر قلبه نحو الجميع ونحو كل المصريين نشكره كثيرا ونصلي ان يعطيها الله نصلي ان يعطيها الله الصحه ويحفظه دائما سالما ويحفظ مصر وبلادنا العزيزه بكل خير